اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها. إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبد العزيز. أحدث تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. بالفيديو تطورات إيجابية في حالة دلال عبد العزيز الصحية. استقرار الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. قصة حب مع سمير غانم لا تموت ودعوات الملايين تلاحقها. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدا فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها. إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبد العزيز. نشرت الفنانة إيمي سمير غانم الأربعاء عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام دعاء لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. وقالت إيمي سمير غانم: اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سليمة معافاة لا ضرر فيها يمسها. اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفو عنها وتشفيها وتبارك لنا فيها. اللهم اشفيها اللهم اشفيها اللهم اشفيها. أحدث تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. شهدت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز استقرارا نسبيا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تتلقى العلاج والرعاية داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة. وقال مصدر مقرب من أسرة الفنان الراحل سمير غانم إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تشهد استقرارا نسبيا، مضيفا أن دلال عبد العزيز لا تزال تحتاج للأكسجين بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا طوال الفترة الماضية. يذكر أن دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وذلك حرصا على عدم تدهور حالتها الصحية، خاصة أنها تمكث بالعناية المركزة منذ حوالي 50 يوما وتعاني من مشكلات في الرئة والتنفس. تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحية بالفيديو. ما زالت الممثلة المصرية دلال عبد العزيز أرملة الممثل المصري الراحل سمير غانم تقبع في غرفة العناية الفائقة في المستشفى، حيث تعالج من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا. لكن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر حسام حسني أكد في تصريح متلفز خلال استضافته ضمن حلقة من برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا أن عبد العزيز اقتربت من استعادة قدرته على التنفس بصورة طبيعية والاستغناء عن الأجهزة الصناعية، لافتا إلى أنه بحسب التقرير الطبية فإن والدة إيمي ودنيا سمير غانم تتماثل للشفاء وباتت قريبة من الخروج من غرفة العناية المركزة بعد سحب أجهزة ضخ الأكسجين، مشيرا إلى أنها تجاوزت أزمة كورونا منذ شهر على الأقل، ولكنها أصيبت بتليف رئوي شديد ورفضت في البداية وضعها على أجهزة التنفس الصناعية، لكنها الآن تخضع تحت الأجهزة، حيث يعتبر جهاز التنفس مصغرا يدفع الهواء إلى الرئة ويحسن من وظيفتها ويعزز عملية دخول الأكسجين. وكان نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي قد رفض التعليق على حالة دلال عبد العزيز الصحية أثناء مداخلة هاتفية له مع برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي، وقال إنه لن يعلق على حالتها بناء على طلب أسرتها والتي طلبت أن تكون هي المصدر الوحيد لأخبار دلال عبد العزيز. بالفيديو تطورات إيجابية في حالة دلال عبد العزيز الصحية. أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث أكد في تصريحات لبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا على قناة سي بي سي تماثل الفنانة دلال عبد العزيز للشفاء قريبا، لافتا إلى أنها أوشكت على التخلي على أجهزة الأكسجين وفقا لآخر معلومات وصلت إلي. من ناحية أخرى وصلت الفنانة إيمي سمير غانم الدعاء لوالدتها، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في إنستغرام: يا رب اشفي أمي وعافيها. ودعا عدد من الفنانين بشفاء لوالدة إيمي في تعليقاتهم، منهم رانيا محمود ياسين ودوني عبد العزيز وفيفي عبده وعبير صبري وهند صبري وحلا شيحة وشهد رمزي وندى مسيوني ودارين حداد وإناس عز الدين. وتوفي الفنان القدير سمير غانم عصر الخميس في 20 أيار مايو عن عمر نهز 84 عاما. 50 يوما في العناية المركزة. مصدر طبي يكشف للشروق التفاصيل الكاملة لتطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية.
50 يوما مرت على الفنانة المصرية دلال عبد العزيز وهي محتجزة بغرفة العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار إخفاء نبأ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم عنها، مما أثار الكثير من التكهنات حول حالتها الصحية. وكشف مصدر طبي في تصريحات خاصة للشروق أن الفنانة دلال عبد العزيز أتمت الآن 50 يوما منذ دخولها غرفة العناية المركزة نتيجة صراعها مع الأعراض طويلة الأمد الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الذي هاجم مختلف أجهزة جسمها وخلف مضاعفات خطيرة. وأكد المصدر الطبي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الفنانة لا زالت تقضي فترة علاجها في إطار قيود صارمة اتخذت للحفاظ على سلامتها، مؤكدا أنه قبل أن يفارق زوجها الحياة لم تستطع زيارته لوداعه، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حالتها الصحية حال إخبارها بالأمر، وقد يجعل عملية علاجها تستغرق وقتا أطول. وهذا ما أكدته الفنان لبلبال الشروق أنهن النجمات صديقات دلال عبد العزيز مثل مرفت أمين يتكتمن مع ابنتيها ويحاولن إقناعها بأن زوجها الفنان الراحل سمير غانم ما زال على قيد الحياة. وعن تفاصيل حالتها الصحية قال المصدر إنها تعاني من التليف الرئوي وكانت في البداية تخشى وضعها على أجهزة التنفس الصناعية، أما عن الأعراض التي تشعر بها فهي تعاني من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب وألام بالمفاصل والعظام وانخفاض نسبة الأكسجين حيث وصلت إلى 70%. ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم منذ أيام عبر حسابها الشخصية صورة مؤثرة توثق شعور قاس يمر بها أسرة غانم، وهي عبارة عن صورة معلقة على غرفة والدتها بالمستشفى مكتوب عليها المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها، في إشارة إلى خطورة إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم. شائعات ونفي موت دلال عبد العزيز. ردود فعل وجدل كبير حدث على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة الفنان سمير غانم مباشرة. طالت الفنانة دلال عبد العزيز التعليقات والشائعات تباينت بين خبر شفائها ورجوعها للبيت، وهذا ما دفع الإعلام رامي رضوان زوج ابنتها ليعبر عن استيائه وانزعاج عائلته من الشائعات. ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، ما هو سبب عدم استقرار حالة دلال عبد العزيز حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.